ايه في النتيجه النهارده وشايفك متضايق جدا ومتعصب؟ لا دي مش نتيجه ولا ده منتخب مصر، ويا ريت يكون في مدرب غير ايهاب جلال. ايهاب جلال معلش افكر، قول لي جاب انا بطوله لاي نادي مصر؟ الاداء مخيب للامال جدا للشعب المصري وجماهير الشعب المصري اللي بتشجع الكوره، والنتيجه نتيجه كارثيه بمعنى الكلمه. انا راجل بنقل الشعور واللي احنا دايما كنا بنحب نشوفه على المنتخب والكره اللي هو كان بيقدمها، فالراي بقى الفني والتحليلي للناس اللي هي فيها في الكوره، انما احنا بنقول ان المنتخب مش بصوره كويسه والناس برضو ما عملتش اللي عليها. المدير الفني انا مش شايف فيه مدير فني ولا شايف فيه لعيبه، وانا بعتبر ان اثيوبيا معلش يعني ما كانتش بتلعب، ما كانش فيه فريق قصادها. ده انا ما شفتش كوره واحده اقول عليها الله وسقف. الحارس المرمى بتاع اثيوبيا لم يتم اختباره بالمره، حاجه تحزن. ويعني انا كنت بتمنى ان انا ما اشوفش الماتش النهارده. الاسباب ان احنا ما عندناش منتخب بس، لا ما فيش ولا منتخب ولا مدير فني ولا فنيات في اللعبه، ولا مش عارف يعني. التبديلات اصلا غلط برضو، وهو مطلعينهم غلط ومنزلينهم غلط، مفيش اي حاجه صح خالص. المدير الفني ايهاب جلال مسؤول مسؤوليه كامله عن سوء المستوى في الماتشين، لان كمان ايه غير لعيبه. طب بتغير لعيبه على اي اساس؟ غير الفرقه اللي كنا بنلعب بيها قبل كده في البطوله بتاعه الامم الافريقيه، فهو مسؤول مسؤوليه كامله. يعني المفروض يجيبوا مدير فني يليق بالمنتخب المصري الكبير. طبعا هو الكابتن ايهاب جلال يتحمل جزء كبير طبعا، لان الاداء يعني وحش جدا، مفيش ولا تكتيك ولا اي حاجه ولا هجمه ولا اي حاجه. لكن برضو اللعيبه طبعا عليها مسؤوليه كبيره النهارده، اللعيبه مستوى سيء جدا جدا، يعني مش دول لعيبه الاهلي والزمالك ولا المحترفين ولا اي حاجه، لعيبه منتخب مصر مستوى اعلى من كده بكتير. احنا ما كناش متوقعين اللي هيحصل ده الصراحه معانا. يعني الصراحه يعني لعيبه مصر مش كويسه ليه؟ عشان المدرب بتاعهم مش كويس، مش مدربهم زي الناس. هو قصه عدم توفيق، يعني هو المنتخب مش موفق كمدير فني وكلاعيبه، ما فيش يعني تنسيق حلو ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني. ده مش منتخب مصر، يعني خلينا متفقين ان دي مش كوره. حتى وائل جمعه قال لك احنا نتمنى ان كان الارسال يتقطع عشان ما نشوفش اللي بيحصل ده، ولا دفاع واقف صح ولا هجوم بيساند حتى في الدفاع، ما فيش دي مش كوره. هو المنتخب من الاخر عايز واحد ليه شخصيه على نفسه على اللعيبه، يخلي اللعيبه بص يا باشا تاكل النجيله.